بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارحم من علمنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، أحبة المشاهدين، أحييكم أجمل تحية، ونحن نلتقي في حلقات في شهر رمضان المبارك لنتعايش فيها مع كلام الله عز وجل ومع أحاديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة شهر رمضان، وأن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وأذكارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونقف اليوم أيها الأحبة في هذه الحلقة وفي هذه الدقائق مع صور من التكاتف والتآلف ما بين المسلمين في شهر رمضان المبارك. ولعل سائل يسأل: وهل نحتاج أن يكون لنا تآلف وتكاتف في هذا الشهر ونحن نعبر في داخلنا عن صيام وعن عبادة وعن طاعة؟ نعم أيها الأحباب، بعدما مرت به هذه المدينة من سوء وشر أريد بها، لابد أن نعيد هذه اللحمة. وفي شهر رمضان المبارك سنؤكد في هذه الحلقة على صور من هذا التكاتف الذي لابد أن يكون في هذه المدينة. أولاً من هذه الصور هي إفطار الصائم. هذه الصورة تتكرر في أذهان كثير من الناس عندما يأتي قبيل الفطور، فنرى أطباق الإفطار تخرج من هذا البيت إلى ذاك البيت، ونرى أطفالنا الصغار يخرجون بأطباق من الطعام ليذهبوا به إلى الجيران. وما هذا إلا تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وهذا أيها الأحباب يعبر بشكل كبير جدا عن مدى التكاتف والتآلف ما بين المسلمين في هذا الشهر المبارك. ولعل سائل يسأل: ولربما لا أجد ما أفطر به صائما، ولا أستطيع أن أفطر به صائما. وهذا السؤال ذاته سأله الصحابة رضوان الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قوله عليه الصلاة والسلام وأجاب عندما سألوه: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو تمرة أو شربة ماء، ومن سقى صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. بهذا أيها الأحباب يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد في التكاتف والتآلف ما بين المسلمين. ومن جهة أخرى ينظر الغني إلى الفقير فيعينه في هذا الشهر المبارك. وتتكرر هذه الصور لدينا في هذه المدينة المباركة، ولربما في أرجاء بلادنا الحبيب هذه الصورة من إطعام الفقير وإقامة الولائم للفقراء والمعوزين والأيتام والفقراء. وهذا ما نراه في كل سنة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى هذه المدينة. أسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعم، وأن يجعلنا فعالين للخير، وأن يقدم لنا أو يعيننا على أن نقدم للفقراء والمحتاجين ما هو أهل له. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذا الشهر المبارك الكريم. ومن صور التكاتف والتآلف كذلك في هذا الشهر المبارك الكريم ما نألفه في صلة الرحم، وهذا الذي نحتاج إليه كثيرا اليوم عندما نسمع عن ابن قد خاصم أباه وأمه، وعن أخ قد خاصم إخوته، وعن أولاد عمومة قد خاصموا أولاد عمومتهم، وحتى عن جار قد خاصم جاره، أو صديق قد خاصم صديقه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر حديثا يعني يخشى فيه على كل متخاصمين، عندما قال: ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما شحناء. فنحتاج أيها الأحباب في هذا الشهر المبارك أن تتمثل فينا صورة قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أيها الأحباب، كيف تحلو صلاة لعبد وهو بينه وبين أخيه شحناء؟ كيف تحلو قيام ليل، كيف يحلو قيام ليل لمصل وهو بينه وبين صاحبه شحناء؟ كيف تحلو له جلسة على فطور ليأكل فطوره وهو بينه وبين أخيه شحناء أو بغضاء؟ في هذا الشهر المبارك لابد أن نلملم ونسد أن نسد ثغرات فيما بيننا ونصطلح مع الله عز وجل أولا ثم مع الناس. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا طاعاتنا وصيامنا ودعاءنا وأذكارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.